مساء الخير منير عجم، عم سجل هالفيديو متردد شوي لأنه حيكون فيديو شخصي، وعادة ممكن بس واحد يتكلم عن شخصه تنفهم غلط إنه واحد شايف حوله لتكبر. بقى بتمنى ما انفهم غلط، لأنه التركيز هون هي على سيرة مهنية وتدرج خلال خبرة تقريبا حتكمل 33 سنة بالهندسة وإدارة المشاريع معظمها. بقى حجرب شارك معكم نموذج يعني اللي خليني أسجل هالفيديو اليوم. الصبح بكرة مسافر على دولة جديدة، تركمانستان أول مرة بسافر فيها، وعندي دورة تدريبية وحيكون خلال الأسبوع موجود بستاف كامب، يعني مناطق سكن الموظفين. ورجعتني تقريبا 23 سنة لورا ولا 21 سنة لورا، لأنه آخر مرة كنت فيها بمشروع وبكامب فاسيلتيز، يعني ستاف اكوموديشن، كان بال 96 بعتقد إذا مش غلط، على جزيرة باتام بأندونيسيا. كنا عم نشتغل على مشروع بسنغافورة. بقى مشوار بكرة رجعني شوي لورا. بقى حبيت شارك التاريخ بشكل سريع. أنا طبعا يمكن معروف فات أنه لبناني، الأصل من بلاد الشام، مواليد منطقة اسمها البرام الكورة بلبنان، بشمال لبنان. عشت فيها لمرحلة 14 سنة، صرت بدأت الحرب الأهلية، حرب 75-76 بلبنان، واضطرينا نتهجر أول شيء إلى الشام، وبعدين على رجعنا على طرابلس، ومن هناك سافرت على أمريكا أدرس هندسة مدنية، يعني بعد أربع سنين تقريبا بأواخر أول 81. درست مدني، مهندس مدني. أنا عم أتعلم، كنت أشتغل مع شركة الكهرباء بهيوستن، كنت عم أتعلم بهيوستن بتكساس، بولاية تكساس. انا عم بتعلم، كنت عم بشتغل ككواب، يعني مثل انترنشيبس، فصل ايه فصل لا، بقسم توزيع الطاقه اللي هو هاي فولتج ديستريبيوشن تاورز، يعني خطوط التوتر العالي، بقسم الاساسات الفاونديشنز. بقى كنت عم بشتغل معهم، عم اتعلم. تخرجت بال 1987، كنت اشتغلت معهم سنتين تقريبا، تخرجت كمهندس مدني وانتقلت لكاليفورنيا. هنيك اشتغلت بشركة جي تكنيكال انفيرمنتال كونسلتنت تقريبا لسنتين ونص. خلالها انا عم بشتغل معهم، رجعت عملت ماجستير بجامعة كاليفورنيا ببيركلي، ماجستير بإدارة المشاريع الهندسية والإنشائية، يعني انجينيرينج ان كونستراكشن مانجمنت، لأنه بهذيك الأيام ما كان فيش اسمه بروجكت مانجمنت، وكانت أقرب للدومين تبعيني. أنا كنت حابب أتخصص بالجي تكنيكال انجينيرينج، بس خلال شغلي مع جي تكنيكال كونسلتنت سنتين تقريبا، اشتغلت على مشاريع بجامعة كاليفورنيا وبسازن كاليفورنيا، رجعتني حببتني أكثر بالكونستراكشن وبأساس المشاريع الهندسية والمشاريع الإنشائية. بقى حبيت غيرت الميجر تبعيني بالماجستير وقلبت انجينيرينج كونستراكشن مانجمنت. بعد منها دخلت شركة اكسون كيميكال، يعني بالتسعين، بالبروجكت مانجمنت ديفيجن. يعني هون تقريبا حياتي انتقلت من مهندس، يعني مهندس عم بيشتغل على مشاريع، بس كنت عم بيشتغل على مشاريع أكتر أول فترة كمهندس كإنجينير، وتاني فترة كنت ككواليتي، لأنه كنا نشتغل بالإنفيرمنتال كونسلتنت، كنا نعمل كواليتي مانجمنت أكتر ما نشتغل، لا كنا نعمل ديزاين وما كنا نعمل مانجمنت. يعني بعدين بالماجستير، وتعملت الماجستير واشتركت ودخلت على شركة اكسون، انتقلت الكارير تبعيني من حياتي العملية من الهندسة إلى إدارة المشاريع. هلا باكسون بقيت من سنين، بس بلشت بالاستيميتنج ديفيجن. نحن بنشتغل، كنا بالبتروكيميكال، نشتغل على المركز اللي كنت فيه انا، نحن كل المشاريع البتروكيماوية لاكسون بالعالم، يعني كانت ممكن تكون مشاريع جديدة ولا مشاريع مصانع موجودة بدها تطوير ولا تحديث ولا تغيير، عم نسميها ريفامب، ولا some people بيقولوا لها براونفيلد، وفي عنا جرينفيلد اللي هي كمان نيو فاسيليتيز. بلش بالاستيميتينج وبلش اترقى بالاستيميتينج، وكانت بعتقد هي اللي يمكن المكان الأنسب أن أبدأ فيه بإدارة المشاريع.
لانه بالاستيميتنج بنضطر نشوف نحن يعني بنضطر نشوف كل شيء. يعني بنشتغل على مشروعه، ولما بنشتغل مع اورجانيزيشن ككلاينت اورجانيزيشن يعني مثل اكسون كيميكال، نحن عم نشتغل ساعتها على المشروع من بدايته لنهايته. يعني مدخل بموضوع يعني الاستيميت تبعنا، ولا بنقعد نحن نقيم كلفه المشروع، ما بكون عندنا تفاصيل هندسيه. يعني عم نبلش من وقت الفكره، يعني اللي بتكلم عليه الاستيميتنج تكنيك مثل الاناليجس استيميتنج وفاكتور استيميتنج وهالامور هيدي، هي كنا نشتغل عليها باول بالمرحله الفيزيبيليتي ستدي ولا بمراحل الاوليه بالمشروع، وبعدين بالطبع مترقى لمراحل تانية بالمشروع بنشتغل على على استيميت اللي هي اكثر ديتيل او تفاصيل، حسب كل ما تعمقنا، كل مشروع تقدم من مرحله لمرحله التفاصيل التقنيه تبعه عم تكتر، بيصير فينا اسهل نقدر نعمل استيميت. فمشان هيك كنت نبتدي باستيميتنج ديفيجن، كانت بالبروجكت مانجمنت يعني كانت مميز، لانه اعطيتني خبره رهيبه على مشاريع. وكنا نشتغل على مشاريع مثل ما قلنا، في مشاريع ممكن تكون كانت تطوير بمصانع مثل بهيوستن ولا ببيتون ولا بباتل روج بتاكس ولا حتى باليابان. يعني رحت مشوار على اليابان، وبالطبع كانت تجربه ممتازه. بعدين انتقلت على احد المصانع الكيماويه اللي عندنا، بلش اشتغلت كبروجكت انجينير. يعني هو بروجكت انجينير، هو بروجكت مانجر لمشاريع صغيره، تعتبر صغيره. يعني بديك نحن بايامنا وقتها، يعني عم نحكي نحن ب 92، كنا نعتبر اي شيء بين 200,000 دولار وتقريبا مليونين ولا لحديت 5 ملايين مشروع صغير. وعاده نحن كبروجكت انجينير كنا ندير المشاريع هيدي، يكون عندنا كل واحد منا يكون عنده عدد من المشاريع عم بيديرها. بعد هالفتره هيدي اشتغلت بالمصنع، رجعت كان عندنا مشروع بسنغافور، عم بدنا نصنع مصنع جديد. بقى بلشت رجعوني على كليد استيميتنج انجينير، اشتغل ك عندي فريق عمل نشتغل على المشروع هذا العام. يعني تقريبا كانت قيمته بال 94 وقت عملنا اجينا الموافقه النهائيه عليه، كانت تقريبا 800 مليون دولار. هلا انا كنت المسؤول على الاستيميتنج، واشتغلت على اول استيميت مع الفيزيبيليتي ستدي، واشتغلت مع الاستيميت الثانيه مع فريق، والاستيميت النهائيه اللي عملناها اللي اجت على اساسها بتجي الموافقه، كان معي تقريبا حوالي 9 مهندسين عم نشتغل على الاستيميت. بس خلصنا من الاستيميت تبع المشروع، انتقلت للمشروع كبروجكت كنترول انجينير. اول فتره كانت التصاميم الهندسيه عم بتصير بانجلند بريدينج. بقى انتقلت مع الفريق اداره المشروع، كنا تقريبا 20 واحد من اكسون ومن شركائنا، لانه كان المشروع جون فينشر. انتقلنا لانجلترا لفتره نشتغل على هالمشروع مع خلال التصاميم الهندسيه، وبعد ما انتقلنا للمشروع ككونستراكشن بسنغافور. المشروع كان كثير حلو، ممكن هذا بحد ذاته اعمل فيديو عنه. هلا بعد ما انا عم نشتغل مشروع تقريبا قبل ما يخلص، كان في عندنا حاجه بالبيتاون اريا بروجكت مانجمنت اللي هو القسم اداره المشاريع التابع لاكسون كيميكال بمنطقه البيتاون بتكساس. كان عندنا مشكل بالمشاريع، عندنا بارتنرشيب الاينس كان، وعندنا كان كثير مشاريع تقريبا حوالي 100 مليون دولار، بحوالي شيء 50 مشروع اما اكثر، بتروح بين المليون لل 50 مليون دولار. وكان في عندنا عم بيصير مشاكل كثير على المشروع مع المقاول، يعني هو نحن كان عندنا جنرال كونتراكتور، هو انجينيرنج بروكيرمنت كونستراكشن اي بي سي ريمبرسبل كوست انسنتيف كونتراكت الاينس كونتراكت. يعني كل مشاريعنا كانت تروح لهالشركه المقاول بنسميها نحن. كان في عندنا كثير مشاكل، سو طلبوا مني اكسون ارجع من سنغافوره، لانه كان عندي خبره سابقه بالمواضيع الماليه والفاينانشال كنترول والبروجكت كنترول والاستيميتنج والبروجكت انجينيرنج وسمول وميديوم بروجكت ولارج بروجكت. طلبوا مني انه اسس، كان عندنا مثل شيء اسمه بروجكت اوفيس، من ضمن البروجكت اوفيس كان بحاجه لنعمل شيء اسمه بروجكت سبورت اوفيس، بروجكت سبورت اند كنترول. وهون نحن اسست هالمكتب انا، وما كان معي فريق صغير بلشنا نشتغل عليه، وبعدين توسعنا تقدرنا نحل وعدنا نشتغل على المشاكل اللي واجهها تقدرنا حليناها. بعد هالمرحله هي كان صار وقت اني غير مكان العمل، تركت اكسون وحبيت استقل، رحت تركت الشغل، ويعني كنت بلا شغل لفتره شهر شهرين، بينما قعدت اشتغلت على مشروع كمان بترو كيميكال، كمان ميجا بروجكت
بال 96 بلش اشتغل عليه، بال 98 عفوا كونتراكت اكسون بال 98. كان مشروع بس رحت لعندهم على المشروع ككونسلتنت. انا الوحيد كنت يمكن مش موظف للشركه هي، كمان جون فنشر، كمان ميجا بروجكت بتروكيميكال بروجكت حوالي كمان 800 مليون دولار. يعني صدفه كانوا المشاريع تقريبا متوازيه الحجم، بس هذا المشروع كان بتكساس وكنا بحاجه كان ما عندهم بروجكت سبورت اند كنترول، سو جابوني على مشروع كبروجكت مانجمنت كونسلتنت، بس كان دوري اكثر يعني تركيز اكثر هو بروجكت كنترول سيستم. يعني كنت مسؤول انا اوضع البروجكت مانجمنت سيستم، البروجكت مانجمنت اند كنترول سيستم والبروسيجر والجايد لاين، وبالطبع كمان دير كل الامور اللي علاقه بالبروجكت كنترول على الميجا بروجكت. واجا وراه كمان ميجا بروجكت تاني، كمان كلهم هودي كانوا جون فنشر بس كانوا فيكس برايس بروجكت. يعني انتقلت، يعني انا بخلال عملي مع اكسنت من سنين كانوا كله ريمبرسبل كوست بلس كونتراكت انسنتيف بيزد. بعد ما تركت اكسنت صار كل شغلي تقريبا على فيكس برايس كونتراكت، كمان ميجا بروجكتس. اشتغلت مع على الميجا بروجكت تقريبا سنتين ونص ثلاثه. هون كانت اجتني فرصه انه اجي على السعوديه، وكان انا وزوجتي جايين اول ولد، زوجتي حبت تترك امريكا، قبلنا الوظيفه بسعودي ارامكو وجينا على السعوديه مع ارامكو 5 سنين. هلا موجوده بارامكو، تنقلت باكثر من وظيفه، بس اكثر شيء كان تركيزي اخر سنتين ثلاثه على continuous excellence continuous improvement و human resource development، يعني تطوير الموارد البشريه بدائره للبروجكت مانجمنت. يعني احنا كان عندنا بروجكت مانجمنت ديبارتمنت فيها حوالي 300 مهندس، 300 ستاف ممبر، مش مهندسين كلهم يعني متنوعين، ومسؤولين على مشاريع كانت توصل لعدة مليارات دولارات. بقى أول فترة جيت اشتغلت على مشروع كوجينريشن بلانت، بعدين انتقلنا انتقلت صرت وظيفتي انه انا مساعد لمدير الدائرة بأمور الكونتينيوس اكسلنس والهيومن ريسورس ديفلوبمنت. انا وبي ارامكو كانت القرار انه نأسس شركة سكاد انا وبعض الاصدقاء، وهذا واللي صار. بال2004 اسسنا الشركه، ب2005 استقلت من ارامكو وجيت على دبي تأسلم اداره شركه سكاد اللي تاسست بال2004، بس انا جيت بشهر اغسطس 2005 استلمت ادارتها. من وقتها لليوم انا بشركه سكاد، عم بندير مشاريع متعدده، بنشتغل مع كلاينت أكثر شيء تريننج تدريب، بس كمان اشتغلنا بعض المشاريع الاستشارية مع شركات بعض الشركات، بس كان تركيزنا الحديث الآن أكثر على مواضيع الاستشارة، موضوع تدريب عفوا. وبالطبع شخصيا أنا مثل ما شايفين بسجل فيديوهات، بكتب، يعني اختصاصي إدارة مشاريع. يعني فينا نقول من 90 لليوم إدارة مشاريع 100%. وقبلها كنت عم بشتغل على مشاريع، بس ما كنت يمكن بموقع اداري، اما كبروجكت مانجمنت. هلا مثل ما قلنا انا الهدف من هالمشاركه هيدي، اول شيء تتعرفوا علي اكثر، بطبع شيء عم تحضروا فيديوهات اللي عم بيحب يتابع، انه يقدر يعرف على الاقل شخصيا الباك جراوند تبعيني من وين جاي شو خبرتي. كمان بس هو الاكثر انه كيف ممكن الانسان يتنقل كفكره ككارير باس. يعني في كثير شركات اليوم ما بيعرفوا شيء بالبروجكت مانجمنت غير انه والله في شيء اسمه بروجكت مانجر. يعني انا خلال فتره العمل انتقلت من كواليتي كنترول انجينير، اذا فينا نعتبرها هيدي من ضمن البروجكت مانجمنت، بعدين كاستيميتنج انجينير، بروجكت انجينير، يعني كبروجكت مانجر على سمول بروجكت، ليد استيميتنج انجينير، بروجكت كنترول انجينير، يعني كوست اند سكيدجول، بروجكت كنترول مانجر، بيسيكلي كونسلتنت، بعدين continuous excellence، ما فيني اقول manager لانه ما كانت الوظيفة كمانجر، كان اكتر تايتل تبعيني continuous excellence facilitator، يعني مثل basically looking for improvement وhuman resource development. كمان human resource development اكيد تركيز على ادارة المشاريع والcareer path والcompetency dev. يعني خلال وجودي مع ارامكو اشتغلنا على competence development framework لproject engineer ولcost engineer. بقى تنوع بالعمل، ويمكن هذا اللي اعطاني الخبره اللي وصلني اني اقدر انا اشتغل واسس، كن المؤسس الاساسي وهلا مدير سكاد التنفيذي من 2005.
بسبب الخبرة المتنوعة بإدارة المشاريع. يعني مش إنه بس شاغل على مشروع محدد صغير، يعني خبرتي small project و multiple project و mega project و cost plus project و fixed price project و partnering و alliances و incentive based project و internationally، يعني من أمريكا لسنغافورة. بعتذر الفيديو طولت شوي فيه، بس خليني أختم بس أقول إنه مثلا بالميجا بروجكت اشتغلت العين، واحد كان يعتبر ناجح جدا، هلا طبعا ما الفضل لي أكيد، أنا كنت واحد من 22 23 عضو فريق العمل، وواحد فشل للأسف، وهذا كواقع عمل، وممكن شي يوم من الأيام أحكي عن المشاريع كمان بفيديوهات مستقبلية. شكرا، تصبحوا على خير. مرة تانية معتذر على طول الفيديو.